دلوقتي هنحط حوالي 180 مللي. عندنا الخميرة 5 جرام، الملح عندنا 4 جرام، وعندنا السكر 30 جرام. يعني من 250 جرام ل300 جرام. فاحنا هنحط الأول 250، معايا 25 جرام من الزبدة، هنبدأ إن احنا نعملها فيها. هنغطيها لحد ما تضاعف الحجم بتاعها. عندنا قطع كراميل، عرفنا قبل كده ازاي بنعمله، لو اي حشو هنغطيها 10 دقايق. هنبدأ ان احنا ندهن بحليب، ندخلها فرن 180 درجة كوبايتين.